اكيد عندي صوت. انا عندي صوت. اكيد طبعا. اكيد عندي صوت. اكيد عندي صوت. صوت المريض يعني لي كثير. قد يكون دواء، قد يكون خدمة، قد يكون يحكي عن معاناته. إذا هو عنده مشكلة عنده لازم يرفع صوته. صوت الألم، صوت الوجع، صوت الحزن، معاناته والله تعني لي تجربة كاملة. إجراء صحي روتيني داخل المنشأة. صوت المريض مختلف جدا، احتياجات كثيرة طبعا. يجي ببالي تجربة المريض، مشاعر المريض. يحتاج إلى رعاية طبية خاصة. يجي في بالي على طول التحسين والتطوير واختبار الخدمة المقدمة لهم على أرض الواقع. كي إن شاء الله يتماثل للشفاء التام. إيه نعم، كثير استخدمت صوت المريض. استخدمته للأمانة، حدث معي مشكلة وانصفت فيها. تكلمت مثلاً عن الأشياء اللي صارت لي وأحكيها من بالضبط للصيدلي أو الدكتور عشان يفهمني، يسمع صوتي. جداً مؤثر في الطبع. مؤثر مؤثر جداً في تحسين وتطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة. من أهم المفاتيح اللي من خلالها يتم اختبار الخدمة المقدمة له واتخاذ قرارات بشكل أفضل. الدكتور اللي تعاونت معه كان صوتي مسموع بالنسبة له، وهو اقترح نغير الدواء، نغير العلاج. بنوصل صوتنا عن طريق اللي هي قنوات التواصل. نعم مسموع بنسبة كبيرة جدا الحمد لله. لا أبدا نهائي. إيه مسموع، لازم أن الدكتور أو الصيدلي يسمعني عشان يفهمني صح. ممكن مش المريض نفسه اللي يوصل صوته، ممكن العائلة توصل الصوت. منشأتنا تم وضع وإنشاء قنوات وأرقام تواصل خاصة واستبيانات ليتم تعبئتها من قبل المريض للرد على استفساراتهم. إذا كان في شكل سلبي نحاول أن نأخذ هذا الشيء سلبي ونحاول أن نطوره ونخليه إلى شيء إيجابي. يعني وجهات النظر اللي ممكن يعني تأخذ بعين الاعتبار ومن خلالها يتم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. التواصل بين المريض والفريق الطبي المعالج، زيادة الوعي في التحديات والعقبات اللي قد يواجهها المريض. طبعاً عندنا مركز رعاية العملاء اللي هو CC Customer Service Center، وعندنا 937 من خلال وزارة الصحة. طبعاً كل هذا للتطوير وتحسين جودة خدمة المرضى. أنا كممرض أنا أعتبر الصلة بين المريض وبين الدكتور من خلال الرد المباشر والسريع على استفسارات المرضى المطروحة من خلال قنوات التواصل. فيبدأ المريض يثق أكثر بالفريق الطبي المعالج ويبدأ يشارك في اتخاذ قرار في الخطة العلاجية الخاصة به. فإحنا دائماً نحاول نوعيهم أن صوتك مهم جداً، صوتك هو أحد أهم المفاتيح اللي من خلالها نعزز أو نغير من الخدمات المقدمة لهم. في حال واجهت مشكلة، رجاءً 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 تواصل عن طريق القنوات الرسمية. وبنفس الوقت يكون واضح وصريح، لأن لو ما كان واضح وصريح بيرجع لصحته. عندك وزارة الصحة تفيدك، أنت صوتك مسموع دامك بالسعودية، وبشكل عام صوتك مسموع في كل الجهات. أتمنى من جميع المرضى أنه لا يترددون في إيصال صوتهم واقتراحاتهم. إحنا موجودين وإحنا نسمعكم ومعاكم في أي مجال. راح تجد لصوتك أكثر من طريقة، تحتاج فقط بس منك قبل الاجتهاد في توصيل صوتك أنك توصل للقنوات الصحيحة. أتمنى أنك ما تستحي ولا تنحرج، وصل صوتك لنا. قد يؤثر بشكل إيجابي على تجربة المريض وتجارب المرضى الآخرين. وحريصين نقدم أفضل خدمة صحية عشان نوصل لرضاكم.